مساء الخير على كل مشجع مشجعات مهارات عظيمة. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة، حلقة مميزة، والحقيقة أتمنى يا رب تنول إعجاب حضراتكم لأنها حلقة بناء على طلب أصدقائنا. طبعا الطلب مننا حلقة خاصة بالبهارات. البهارات يعني أن احنا نمسك كل مجموعة من البهارات نقول دي بهارات محشي، دي بهارات سجق، دي بهارات لحمة، دي بهارات فراخ. يا ترى إيه اللي بيليق مع الفراخ وإيه اللي بيليق مع اللحمة؟ طيب احنا عارفين ده، وبدأ الحقيقة يتعارف عليه كمان من خلال العطارين. يعني بقينا نروح نقول له احنا عايزين توابل مكرونة يروح مدينا، عايزين توابل محشي يدينا، توابل حواوشي يدينا. فهو بيعمل توليفة جميلة، أنا حبيت أن أنا أنقلها لحضراتكم بصورة بسيطة، لأنه خلوا بالكم كمان التوابل أحياناً لما بنجيب منها كميات يعني ساعات بيتبقى عندنا كده شوية نقدر نولفهم، يعني ممكن تحسوا أن بدأت الروايح ها تروح منها او ما تبقاش يعني بالروائح المميزه بتاعتها. في الحاله دي هقول لكم هنعمل ايه، ولازم نستفيد منها ان احنا ندخلها ميكس مع حاجات تانية عشان نستفيد من مجموعه التوابل والبهارات اللي احنا هنشتغل بيها. فانا دلوقتي هعمل كالاتي، هبدا مع حضراتكم، بس مش هبدا باللي في مصر ومشهور بيه، هبدا بالحاجتين اللي دايما نحتاج نشتريهم سواء جاهزين او من عند العطار، لان هم توليفتهم مختلفه وبيختلط عليهم الامر. زي بهارات المصاله الهنديه. المصاله الهنديه دايما بيبقى ليها كده ليهم توابل مميزه، وعارفين كده ايه الحقيقه الهند مشهوره بالتوابل بتاعتها جدا جدا، وفي ليهم كده خمس او سبع توابل اساسيه مهمه لازم تبقى موجوده، زي الكركم، الكاري، الورق اللورا، اليانسون النجمه، ده لازم يكون من ضمن الحاجات اللي موجوده في معظم وصفاتهم، وفي البرياني عارفين ازاي، القرفه العود، الكزبره مهمه، عارفين ليهم كده توابل قوية جدا. تعالوا نتكلم عنها الأول ونقول المقادير. بهارات المصالة الهندية لو أنا هعملها، طبعا يفضل لو حضراتكم هتجيبوا البهارات أو هتجيبوا التوابل دي نجيبها صحيحة، يعني أنا هشتري فلفل هجيبه فلفل حبة حصى، أنا باخد شوية بتوعي اللي أنا عايزاهم أدمجهم أو أخلطهم لوحدهم واستخدمه فلفل أسود وأشيل الباقي في الفريزر، لما أجي عاوز هروح واخداه طحناه يديني الريحة القوية يديني الطعم الحلو. فاحنا النهارده هنتكلم عن ازاي لو حتى بقى عندي توابل حاسس ان ريحتها ما بقتش يعني ها هنعمل فيها ايه. طيب انا هقول الاول عندي 10 جرام من البهارات المصاله الهنديه، 10 جرام فلفل اسود حب، 10 جرام قرنفل حب، 10 جرام حبهان حب، 10 جرام قرفة عود، 10 جرام ينسون نجمه او نجمه اليانسون، 10 جرام من ورق اللورا، 50 جرام من الكزبره الحب، شوفوا بدأنا نعلى اهو، عندي 10 جرام من الكاري، 10 جرام من الشطه، وممكن تستخدموا بديل ليها لو مش حابينها تبقى حراقه البابريكا المدخنه. طيب عندي 10 جرام كركم و10 جرام جوز الطيب. هنبدأ واحده واحده مع بعض ناخد في المطحنه. قبل ما هاخد في المطحنه هاخد اللي هي الحبوب بالمعلقه كده، بسم الله الرحمن الرحيم، بسخن طاسه، الطاسه دي سواء فرن او على النار بدون اي مواد دهنيه خالص، لما اكون عايزه اطلع الزيوت الطبيعيه اللي موجوده جوه، شمر، ينسون، فلفل، توابل، قرنفل، اي حاجه من الحاجات اللي ليها فيها زيوت طبيعيه، او حتى المكسرات. المكسرات دايما اوديها الفرن، ما بحبش ان انا لما اكون هعمل رز او اي حاجه اشوحها في سمنه او في زيت، مش محتاجه لان هي فيها نسبه زيوت طبيعيه، هي محتاجه تخرج تتحمص عشان تطلع، فتتحمص وتديني الريحه الحلوه. بصوا بقى هبدا اخد من الحاجات دي واعمل علب صغيره. ليه انا طلبت ان انا اعمل كميات صغيره مع حضراتكم؟ علشان تبقى العلبه صغيره تستخدموها على طول وكل ما تعوزوا تعملوا، لان طبعا التوابل اصبحت كمان اسعارها غاليه شويه، فانا عارفه انه في مننا كتير يحب يعمل ده بحاجات متبقيه عنده في البيت. فخلينا نقول هناخد الكزبره الحب، هرفع بس الطاسه كده معلش خليني هنا لحد ما احط الكميات بتاعتي، ادي الكزبره الحب، كل ما بعمل ده بدعم، وادي الحبهان، شوفوا بقى انا هبدا ايه اشتغل اهي، هاخد كده ورقتين لورا، الحاجات المطحونه مش هاجي ناحيتها، هاخد اللي مش مطحون، حلو الكلام، وهاخد
اليانسون النجمة، نجمة اليانسون دي رائعة. أنا مكسرة منهم شوية أهم، على فكرة طعمها حلو قوي، لو تحط واحدة في الشوربة جميلة مش شرط كاملة، وبتتحط مع الشاي رائعة. طيب هنا في شوية فلفل أسود، معلش هناخدهم عشان دول من الكمية بتاعتي بالمعيار. خلاص، وهبدأ القرنفل. تعالوا بقى للقرنفل. القرنفل ده مش قادرة أقولكم على فوايده وجماله، هنتكلم على كل مكون بقى. ده بقى أولا رائع لكل التهابات المفاصل. الناس بتدهن الزيت بتاع القرنفل ده على المناطق، بيدفوه على حمام مية دافية ويدهنوا بيه المناطق اللي هي بتتعبهم. ده قبل ما نتكلم عن الشعر وفوايده، مفيد للأسنان وألام اللثة ومطهر. بيطحن وبيعملوه زي المعجون وبيحطوه على المكان ده. ده للشرب، ساعات بنعمل شاي بالقرنفل، نحط كام واحدة قرنفل في براد الشاي ونشربه. بيعالج آلام المعدة، مهم جدا، بيعالج الإسهال. عايزة أقول لكم كمان مفيد للشعر. الناس اللي عندها بتصاب ببرد كتير وإنفلونزا كتير، كتروا من القرنفل في الشرب، بأنكم تشربوا شاي، أحطوا شوية قرنفل، أحطوا يعني مع حاجة بتتغلي مثلا ميكس مع مشروب زي الشمر وحديتين، استفيدوا منه. طيب مفيد للشعر، مفيد للشعر. عارفين بقى بيستخدم في ايه؟ يا اما بياخدوا حاجه كده ربع المعلقه دي كده قرنفل مطحون يحطوه مع الشامبو بتاع الشعر، بيغسل الشعر كويس جدا وبينقي فروه الراس بشكل رائع. طيب ساعات ياخدوا القرنفل ده يروحوا غالينه في ميه، يحطوا معاه ورق لورا، ورق لورا من ده، وروزماري، يطول الشعر بشكل، وبيملى الفراغات اللي بتفضى وبينقي فروه الراس للناس اللي عندهم قشره. جربوه بقى. انا ده يعني الحقيقه ايه، الحمد لله ماشي عليه لبنتي، لانه في بعض الولاد او البنات بيبقى عندهم ايه القشر يزيد شويه فتره الشتاء، على الرغم ان في الصيف شعرهم جميل وبيبقى شعرهم ناعم وكل حاجه، بس بيطول. الورق اللورا مع القرنفل مع حبه البركه، اغلوه على كوبايه ميه وحطوه في بخاخ ورشوا بيه فروه الراس ونضفوها وهي نظيفه، ويتحط. بصوا بقى ده اعملوا بيه كميات قليله، بياخد كل 3 ايام وجددوه بس، وممكن تحطوه في الثلاجه ما يجرالوش اي حاجه. خلاص، عايز اقول لكم من الحاجات الرائعه زي بالظبط اطراف الشعر. الاطراف الشعر بقى اللي بتبقى مقصفه حاجتين بينفعوهم قوي، لما بنعمل فنجان قهوه بيتبقى التنوه بتاعه القهوه في الفنجان دي، الاطراف الشعر، او العسل الابيض. بنحط معلقه كبيره على كوبايه ميه سخنه وبنرجها في الرشاش، وبنروح ايه رشنها على الشعر وهو لسه خارج، ولا بيلزق ولا بيجرى له حاجه، بس بيغذي الشعر وبيعالج التقصف. طيب بصوا بقى، انا جبت دلوقتي اهو طاسه سخنتها، وبعد ما سخنتها حطيت التوابل. شوفوا بقى، شموا الروايح قبل بقى ما اطحنهم. انا بقى عايزه اخد حاجه مطحونه رائعه. طبعا انا هطحن الاول اللي هم الحبوب دي، لكن لسه عندي بقيه المعايير هنا اللي انا لسه ما استخدمتهاش، اللي هي لسه الكاري والكركم حطيناها في ثانيه واحده، فين المصاله؟ اللي هي الكاري والكركم، خلاص، والشطه هناخد منها. تمام، يبقى دي الحاجات اللي ايه اللي احنا هنستخدمها. وادي جوزة الطيب، انا بس هنا استخدمتها ما تبقاش حصى، حاطه منها واحده هنا هي البلحه، لكن حاطه هنا اللي هي الناعمه. خلاص، بصوا بقى الروائح طلعت، اول ما يغمق اللون كده بصوا بقى بدات ايه تدي لون اغمق سنه، اذا الزيوت اللي فيها بدات تطلع. انا بكسر ده قوي عشان لما احط فيه الطحانه، لو عندكم طحانه البن طبعا مش هيفرق معاكم الحاجات دي خالص. انتوا عايزين تعملوها في البيت بطحنه البن تمام، مطحنه بتاعت التوابل تمام، بس عشان ايه ما نجهدهاش لو هي ضعيفه. خلاص، شايفين الجمال. تعالوا بقى نتكلم عن الحبهان. الحبهان ده من الحاجات الجميله، في ناس تشرب شاي بالحبهان. عايزه اقول لكم في ناس تحب تشربوه مع الشاي، تحط الحبهان في الشاي وتحط معاهم اليانسون النجم. عايزه اقول لكم مفيد جدا لانه بيعالج تسوس الاسنان. زيت الحبهان ده بيخلي البشره ناعمه، بيديها نضاره كده، يعني لانه هو مليان بمضادات الاكسده، بينشط الدوره الدمويه بشكل رائع. عشان كده الحبهان ده تحديدا بيدخل في كتير من مستحضرات التجميل. فيعني عايزين نميل بقى للحاجات الطبيعيه. فاكرين زمان
هو ده. بصوا بقى على نار هاديه، مش معليه النار خالص، النار دافيه بتسخن على الهادي عشان عايزه اشم الروائح الحلوه. هاخد بقى الاول ورق اللورة ده، هنبدا بقى نكسر كده شويه دول. طبعا مطحنه البن زي ما قلت لحضراتكم في مطحنه صغيره كده، مره نبقى نعمل بيها حلقه واجيبها لكم تشوفوها، واسعارها مش غاليه تقدروا تحتفظوا بيها. بنطحن فيها كنا البن زمان، طب بشوف ماما بتطحن فيها البن وتحط هي الحبهان وجوز الطيب وتنكه البن بالحبهان وجوز الطيب وكده، وتعمله وتصفيه وتحطه. سبحان الله، يعني زمان كان الدنيا كانت اجمل من دلوقتي. طيب تعالوا بقى نحط بقيه المكونات. خلاص انا كده شميت الريحه الحلوه، تعالوا بقى نشيل ونحط الحاجات الحلوه دي. نجمه اليانسون دي بقى حكايه، عايزه اقول لكم دي مهمه للامساك، لالتهابات المعده. كل الناس اللي بتشتكي من القولون نجمه اليانسون دي مفيده ليهم قوي. عايزه اقول لكم الناس السيدات اللي بتبقى مرضعات بيستخدموا اليانسون النجمه ده او الشمر، لانه بيضر اللبن، فيه نسبه كالسيوم وبوتاسيوم. عايزه اقول لكم كمان من الحاجات اللي بتقلل ضغط الدم وبتقوي عضله القلب، يانسون النجمه ده ممتاز، مهم جدا، لانه كمان الفطريات اللي في المعده دي مهمه من فتره للتانيه ان احنا ناخد حاجات طبيعيه ليها، نستمر على مشروبات طبيعيه حلوه، مش بس نكتفي بالمشروبات الغازيه والحاجات المضره. بصوا بقى بصوا بقى الحاجات الخاصه بالبلسم والشامبو والحاجات دي متحط معاها حاجات، يعني هقول لكم كمان حاجه. بصوا هنا جوز الطيب، وهنا كركم، وهنا كاري، شطة معلقة واحدة، معلش هزود من جوز الطيب حتة بس، يعني تقريبا نص معلقة صغيرة. خلاص تعالوا بقى ناخد التوابل دي، نسمي الله منا من الله. بسم الله الرحمن الرحيم. دافيه، طول ما هي دافيه هتبقى جميله وتطلع الايه الزيوت بتاعتها. نجرب. دافية البتاعة دي، سخنة ودافية من التوابل. تعالوا بقى ايه تقريبا هحتاج محمد مساعدة، معلش يا محمد عشان هي سخنة فالبخار اتكبس جوه، افتحها لي اذا تكرمت. هجيب بقى انا كده بولة وهجهز هنا، احط فيها الخليط ومع الورقة الجميلة اللي عاملاها لي ندى. بصوا الجمال دي كده، توابل المصالة الهندية. تسلم الأيادي يا أبو حميد. بصوا بقى هي محتاجة كمان تتقلب تقريبا كمان. الريحة مش قادرة أقول لحضراتكم. بصوا كده شايفين بهارات المصالة الهندية. تعالوا بقى هنحط هنا، الله على الجمال.